في ثنايا تلك الغابات الموحشة نشبت صراعات أبدية منذ قديم الأزل، فالأسود والبابون أعداء طبيعيون إلى الأبد مع منافسة عميقة ومكثفة ومميتة. فالأسود هي الحيوانات المفترسة الأساسية للبابون، في حين أن مجموعة من قرود البابون غالبا ما تدافع بقوة عن نفسها ضد الأسود. في المواجهات العنيفة في وضح النهار فقط، البابون لا يستطيع الرؤية في الظلام ويكون ضعيفا للغاية في الليل. في بعض الأحيان يتم مطاردة الأسود، ونادرا ما يصاب أو يقتل. ذلك قد يكون من قبل مجموعة كبيرة من قرود البابون. هذا هو السبب في أن قرود البابون عادة ما تبدو وكأنها وحوش عدوانية ومخيفة للغاية. يمكنها دائما تخويف الحيوانات المفترسة، ولكن الحقيقة هي في معظم الحالات لن تسعى إلى مهاجمة الأعداء المميتين الذين تواجههم. في معظم الأوقات يخشون مواجهة مثل تلك المفترسات الشرسة. الأسد هو التهديد المميت الرئيسي والعدو الأول للبابون، ومع ذلك تعرف الأسود بأنها قادرة على قتل قرد البابون بسهولة متى أرادت ذلك. لذا فإن هذا الصراع ينحصر ببساطة في مسألة القط الكبير الذي يقرر ما إذا كان يأكل لحم البابون لتناول العشاء أم لا. بالنسبة للبابون فإن التنافس مع الأسود مدفوع تماما بحقيقة أنه هو الذي يقرر ما إذا كان البابون يعيش أو يموت. البابون ليس دائما الفريسة المفضلة للأسود، فالقط الكبير يفضل كثيرا أن يفترس الحيوانات العاشبة الأخرى، لكن إذا أتيحت الفرصة فإن الأسود أحيانا ما تصطاد وتقتل وتأكل قرود البابون. لتلك القرود بنية اجتماعية معقدة جدا، ويحتفظ الذكر الواحد بعائلة تتكون من أنثى واحدة إلى 3 إناث، بالإضافة إلى صغارها المعتمد عليها. يمتلك قرد البابون الذكر البالغ أنيابا حادة وطويلة للغاية، يمكن أن تسبب إصابات فظيعة. لكن بمجرد أن يتم القبض عليه في كمين نظيف من قبل القطط الكبيرة، لن يكون لدى القرد أي فرصة للنجاة. قد تصبح الأسلحة المميتة عديمة الفائدة تماما. فأسنان البابون الحادة لا تزال غير قادرة على إنقاذها من بين أنياب الحيوانات المفترسة الجائعة. وتنام هذه القرود ليلا في الكهوف أو على الأسطح الصخرية أو حتى على الأشجار. تنهض قرود البابون عند الفجر بنداءات زاعقة، وبعد التدفؤ في الشمس تبدأ بالتنقل بحثا عن الطعام. عند الاستراحة يقضي أعضاء الجماعة قدرا كبيرا من الوقت في تفلية بعضهم البعض. تقضي هذه القرود وقتها على الأرض، لكنها متسلقة جيدة للأشجار عند إحساسها بالخطر. قرد البابون من الممكن أن يصل طوله إلى 150 سنتيمترا. أخيرا لا تنسى الإعجاب بالمقطع والاشتراك بالقناة.